احنا جاري التربيه بسفاقس وليس سفاقس مندوبيتيها مندوبيه سفاقس 1 و2. احنا في اعتصام مفتوح بدايه من 4/18/2012 من البدايه من الساعه 8 بعد الظهر، وقفنا جاء هذايا اثر اتجاه الوزاره مطالبنا. عندنا اتفاقيه منضات من 15 ديسمبر 2011 مع الوزاره واخلت بتعهداتها، اذا كان ما نقولش لطباتها حتى شيء، اخلت بتعهداتها ما جاوبتناش. عملنا لقاء الجهات في الاتحاد العام لوزير الشغل يوم 1 ابريل 2012 الاتحاد العام، واتفقنا على رفع الشاره الحمراء يوم 10 و11 ابريل. رفعنا الشاره الحمراء يومين، وهذا كله ما استجابتش الوزاره ولا اعتبرتنا موجودين، يمكن مستهينة بقطاعنا، ما نعرفش شنو هي نظرتهم لينا. تو نتكلموا كيف هي العملية. أمس الناس فاضت، الناس حست بقهر، الناس ظلم كبير يخلي نطق الحجر، وهم بشر نطقوا وتلمينا، وما زلنا مواصلين اعتصامنا، ما زلنا مواصلين، مش نتراجعوا. والوزارة لازم تكون واعية اللي قدامها مواعيد امتحانات وطنية، وراه والإداري راه هو المحور في العملية هذه، راه الإداري هو اللي يصب الأعداد، هو اللي يعمل كل شيء، يقوم بكل شيء وتجميع الأعداد في مراكز الامتحانات، في مراكز التجميع، في كل شيء. ما نعرفش إلى وقتاش مش تستجيب الوزارة للكلام هذا، وقتاش مش تعطي التزام. هي يمكن مستهينة بقطاعنا، لكن احنا مش نوري اوني لا، احنا موجودين ودفعنا بالقداء، والحاجه اللي نعرفوها كون اكثر من 20 ولايه توا استجابوا والتحقوا والاعمال معطله. احنا يزينا من الكلام ويزينا من هذا ضد السلطه وهذا ضد، احنا مع رواحنا، رانا ما احناش ضد السلطه، احنا وطنيتنا مزيد عليها حتى واحد، لكن سكتنا لكن والصبر حدود، يزينا مصبرنا. احنا نطالبوا الوزاره يا اخوي، ماناش طالبين هاد تو قول تو، لا رانا طالبين جدول زمني والتزام صادق من الوزاره بمطالبنا اللي منضمنا في محضر اتفاق منذ تاريخ 15/12/2011 لا اكثر ولا اقل، واحنا رانا مازلنا مواصلين. طالما ثماش تعامل جدي مع ملفاتنا ومع قضايانا، احنا مازلنا مواصلين التزام تاعنا. واهم نقطه في الاتفاقيه هذه هو النظام الاساسي الخاص بمعاون التربيه القوميه، هذا اهم مطلب بالنسبه لنا، إدارية التربيه فعلا. واذا كان الوزاره بعد هالوقفه هذه مجال، ما نعرفش شكون يولي متهم بعدم الوطنيه. اذا كان امتحانات وطنيه وصغار مش تعدي امتحانات والتو ما تحركتش، ما نعرفش وقتاش باش تحرك الوزاره هذه. السلام عليكم. خليني هكا المكتب الاساسي، القانون الاساسي هو اللي مش يمكننا من شرعيتنا ومن حقوقنا، وحقوقنا راهي بسيطه، حقوق بالنسبه مقارنه للقطاع الكل راهي مشروعه، واحنا ما احناش على اساس ان نوقفوا العمل لا في الادارات ولا في المعاهد ولا حتى شيء. طالبنا انهم ينفذوا كل اتفاقيه ومحضر الاتفاق مصحح عليه كما صحوا في محضر الاتفاق بالنسبه للاساتذه، وكان مشروع مجرد انهم عملوا تهديد باضراب، وبالنسبه لنا مر علينا مر الكرام اعتبارا على الاداري وزاره التربيه ما فماش. احنا القانون الاساسي هو مش يمكننا من حقوقنا اللي هي بالمقارنه مع القطاعات الاخرى كل راهي بسيطه ما فيها حتى شيء. ناخذ منحه خصوصيه ولا ناخذ بالنسبه لي انا بالملف نرتقي راهو عادي ومشروع، حق مشروع. ما نقعدش انا في العمر هذايا نمشي باش نعدي مناظره وشوف في العمر هذا انا عندي القابليه مش نحضر ولا ما نحضرش ولا نرتقي ولا ما نرتقيش. يعطيونا حق مشروع بسيط ما طلبناش بالنسبه للمنحه الخصوصيه. انا نخدم في التعليم، علاه ما ناخذش منحه خصوصيه؟ العامل المكلف بعمل اداري علاش ما تكونش وضعيته متساويه؟ اما هذا كله نجزوه في حاجه بسيطه، هو القانون الاساسي هو المكسب رقم واحد، وراه الاعتصام متواصل سواء نظرونا ولا ما نظروناش، راهو يتوقف على الاعتصام، يتوقف على ردة فعل الوزارة. راهي العمل قاعد بالنسبة لنا موقف، راهي بالنسبة للامتحانات موقفة، راحنا مش حابين نمتنعوا، رانا مش حابين صغارنا ما يتحضر لهمش خدمتهم، رانا نخدموا في المعاهد ولا في الإدارة الجوية، راهو قاعدين نخدموا بضمير، وما نحناش حابين حتى الإدارة تتوقف، وما نحناش حابين حتى المصالح تتوقف، وما نحناش حابين الشاري ما تتخدمش. أما هذا بناء على موقفهم يتضح كل شيء. الاعتصام مقررين
متواصل اليوم غدوة بعد غدوة للوزارة تنظر لنا في حقوقنا وفي في المطالب البسيطة. نأكد على مطالبنا راهي بسيطة ومشروعة وما فيها حتى شيء. بلاي سمحنا بلاي سمح زادة نوخ أخرى حاب نحدث عليها هي ألا وهي يعني إسناد الخطط الوظيفية. الخطط الوظيفية قاعدين يسدوا فيها للأسيدة ديجا نحن تو عندنا في الإدارة متاعنا في أي مندوبية جهوية يسدوا فيها رؤساء مصالح تو للأسيدة. فهمني انا واحد من الناس اخويا انا قاري 3 مرات المجلس القومي للاداره ملحق اداره ومتصرف مستشار فهمني وتقدمت بعديد معناها من المطالب لي معناها للحصول على خطه وظيفيه هي رئيس مصر وما عطونيش وما جاوبونيش ضرب واحد وانا وزادوا زملاء كيف زاد واللي مالا عليه في ساعات العمل على مستوى المحضرين زملاء نتاعنا ونحترموهم يكون في 38 ساعة يصبح في 36 ساعة ويتمتع بالعطلة نتاعو كاملة. بالنسبة للقيم أنا كخدمت القيم يخدم في 44 ساعة وين 39 يصبح 38 ويطالب بال 36 وتتنفذ له. بالنسبة لل 2013 باش يتمتع ب 36 ساعة. بالنسبة لنا احنا كان على مستوى العطل كان على مستوى ساعات العمل رحنا مرهقين وكمية وحجم العمل احنا عندنا قابلية نخدم خدمة 3 و4 من الناس في بيرو نجي في مكتب نخدم في خدمة 3 و4 من الناس. وقت اللي تجي تحكي معاه الاستاذ يضرب يقول لك اخرج لي للساحة وما نمتنعوش. كنا فاهمين القانون ولا نجهلوه ما نمتنعوش ونعوضه. وكي نجيو لساعات العمل يقول لك القيم من حقه انا ما نخدموش بالعطلة. المحضر انا ما نخدموش كانوا مختار 36 ساعة ما اختارش العطلة ياخذ 36 ساعة ويجي في العطلة يحب يطالب. ووقت اللي ناضلوا ودافعوا على حقوقهم خذيه والشهرين وعشر ايام ويتمتعوا بيه وما احنا الشهر ونص يجي يقول لك انا نفلك انا نعطيك شهر حقك والاخرين راني نعطيك بيهم بالمزية. لو احنا مش فاهمين القانون ونقسمه ونقولوا هذاك حقنا انا خدمتك نخدم مالك اما ما تضطهدنيش ما تجيش زميلي الاستاذ يخرج وتقولي عوضه ما تجيش زميلي القايم يضرب وياخذ حقوقه وتعوضه جي يقف كان على الاداريين يقف عليهم لان يقول اعتبار على انسان عادي يعرف يستخفوا بينا احنا عارفين مسالمين ناس نخدموا ناس ما نمتنعوش ناس ما نقصوش ما نوقفوش العمل على جميع المستويات. كانوا في الحاله المدرسيه كان على مستوى تنزيل الاعداد كان على مستوى الامتحانات كان الترسيم يخرجك ويجيبك ويقول لك تمشي تخدم. احنا عرفتنا كاينا بيادق يتحرك ونقول له ما تسالش انا اداري نخدم عمل اداري. انا لليوم نخدم قدش من عام على مستوى ملفات ما نعرفش اللي كوني انا حق من حقوقي باش نمتنع على ملفات التلميذ اللي خاصه بالقيم ونخدمها وعن مضض ولا على تيبي خاطر نخدمها. كيضيف لي خدمه القيم نقول ما تسالش انا ما نوقفش الخدمه هذيك راه واجبي نقوم به اما في حقوقنا مش متنازلين خصوصا بالنسبه لساعات العمل مرهقين مرهقين. نولي انا كي نمشي هو يخدم 36 ساعه عدي معظمها قاعد مرتاح وانا نعدي 39 ساعة نقسم فيهم كيفاش نجم ناخذ ساعه منه وتقول له يقول لك استرخص هيك هو قانون يطبق عليك يبات ليلة هنا بيت ياخذ 8 سوايع يبات ليلة. احنا ما طالبناش بحاجات كبيره ما طالبناش ما تقارننا بحتى حد احنا ما حطينا مقارنه بحتى حد. احنا قلنا كقطاع راهو قاعد تعب الاداري وزاره التربيه مضطهد الاقصى حد العام مكلف عمل اداري يقول لك اني حتى عامل نخلص على شهريه العامل انا خير ويتعدي امتحانات وعلى قليل يحس انه يتقدم. بالنسبه لنا احنا رانا في شلل تام وقعنا على مستوى قطاع كي نتقارنوا بغيرنا رانا في بقاتنا احنا شلل تام حتى الترقيه ما حتى شيء كي تقارنا ما احناش قاعدين نستقبل معناتها يقول على السلك الاداري هذايا سلك عنده تو اكثر من 30 سنه مضطهد مع الحكومات الاولى ولا اللي حاليه ولا اللي غيرها. علاش يقول لك هذا سلك ما يضربش ما يتكلمش على حقه كذا اش عامل الحكومه؟ الحكومه ديما تمشي بنفس السياسه رغم اللي احنا لنا ضد الحكومه لا حد شيء. شنو السياسه نتاعها؟ كان قطاع كبير فيه نومبر كبير عدد كبير تستجيب له اذا كان عدد صغير ما تستجيبلوش. اكدت لنا التجربه اللي نفس السياسه اللي قاعدين يمشوا بها اليوم هذا. واحنا رانا نحب نقول لكم حاجه راهي مطالبنا قانونيه ومشروعه وحقيقيه واقعا وقانونا. مطالبنا راهي تتماشى مع الواقع والقانون خاطر احنا كي نجيو نقارنوا ما تروحنا ما تبس لك اخرى نشوفوا روحنا مضطهدين من جميع النواحي من ترقيات من رتب من غيرها. توجي مثلا الاستاذ اما احنا ما نجدد حتى استاذ وحتى معلم كل عام عنده ترقيه اليه هم احسوا حتى خطط اخرى استاذ فوق الرتبه تجي الاداري مثلا عندنا برشا عباد برشا اداريين كيما تخلي نخرج
علاش يقول لك انت بتصرف مش عندي كونكور اكري على مستوى الوزارة الأولى ولا تطور في مستوى وزارة التربية. مش يحفظ مش يعدي تلقى عمره 50 سنة الكارت نمرة نتاعه ما عاد شد حتى شيء. باهي. الحاجة أخرى ثم حاجة أخرى أهم من هكا. من ملحق إدارة ما تمتصرف يعدوا ما الوزارة الأولى عندها تقريبا 5 سنين ما حلش مرض حالتها في 2008 و2009 2010. إيش أخذوا؟ على مستوى الوزارات الكل. أخذوا 120 واحد. والسنة أخذوا 70 واحد. الله أعلم كيفاش أخذوهم. معناتها راهي مظلمة كبيرة ومسلطة على السلك الإداري. بس الكريتيري هذا يراه ما عادش مش يسكت اتحملنا برشا تو احنا في اعتصام متواصل ونحبوا الحكومه تسمعنا وزير التربيه يسمعنا وما تفضلنا ما تمشقنا ماكش الاعتصام متواصل ونحملوه هو نحملوه المسؤوليه والوزير لو نحملوه المسؤوليه وكل طرف وكل سياسي نحملوه المسؤوليه حتى احنا رانا ما ضد حتى واحد احنا ما طلبنا شرعيه وما ضربنا بلادنا تتقدم وما ضربنا رانا نفهم ما تاخذ مع روحنا وما ضربنا راهي الناس كل امورها مريقله ولو خيان ما تسلم زي ما الا ما تبنانا رانا ما تنساو في الامتحانات وشكرا بركه ترسيم التلامذة بالنسبه للقايمين عندهم شهرين و10 ايام يجيوا نهار 10 ونهار 11 هيك الوقت صار الترسيم نورمالمون ترسيم القايمين ماهوش الاداريين فهمت ماهوش الكتبه ولا الملحق احنا وصلنا رسمنا في جويليا ما نلقاوش حتى القايم بحذنا حتى اذا لقيتو تتكلم فيه بالتليفون وجعل وجيك يقول لك ما جيش في السيد انا هيك ريحتي ويولي الكاتب هو اللي رسم التلامذه وما عندوش الحق يقول لك في منحه بيداغوجيه ولا منحه تربويه ماهوش معقول هذا يضل يا اما وفي جوان تلقاها نهار يجيو 10 مثلا ابسط حاجه هذه بالنسبه لعدد السويع بالنسبه للاداري الاداري اذا كان يعمل لك تعطيك ساعه وهو عنده زوز بيروات يا اما يخدم ايكونوما ويزيد ساعه في زميله غاب يخدم بيرو دوت ويزيد اذا كان يسحقوه للترسيم يجي ولا يسحقوه بيرو نتاع النظاره يجي معناتها يبدا منين يدخل منين يخرج هو قاعد على كرسي صدقني راهو اغلب زملائي مرضى بالثار نتاعهم من همانا انا ما كنتش نتوقع باش يجي نهار نلقى فتق في ظهري بالكل بالكل وهذا مناش من الخدمه وبعد يجي يقولوا لنا ليه اللي دارش قاعد يخدم حتى ما يخدمش يزيه لقات وقت اللي قناهم ينقصونا زوز سويع معناتها درجين الصباح درجين العشيه يا رسول الله ماهوش برشا راهو نورمالمون 35 كان شاطه زاده واقل اللي عمل العون المخبر يعملوا له كان عمل 12 ساعه راهو منعش قديش ينقصوا له وكان عمل 12 راهو ينقصوا له منعش قديش يا اخو الله يزيد فهمت الواحد عندي يعملوا له حسب السنوات اللي يخدم ينقصوا له السويع وهيك اللي يديري لا اللي من الصباح للعشيه هو يخدم فهمت لازم يخرج بارتروس في كروتو لازم يخرج بفتق في سرسورو وزملاء صدقني اغلب من الثنتين ولا شطرهم الكلهم بضارب عليه نحبوا تقيس صباح الفايده مش تقعد في البيرو صباح وعشيه صباح وعشيه صباح وعشيه لا ترى صغارك لا ترى عائلتك راه بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للراجل حتى الراجل يتلهب صغاره يتلهب عائلته فهمت فايده نعمل خير سويع بالقلب ونخرج مش نقعد اربع سويع ساعتين نخطفها بالقلب والاخرين نمشي نتحدث ونمشي واحد انا مربوطه بالوقت واذا كان في اخرت الدرج يبدا يخزر لك اما القايم ما يسالش كي يخرج قبل وقته وقبل موفمون هيك راهو عنده نقابه ونقابته قويه ولا يقول لك هيك من طرف الثاني وما زلنا لتوا زاده هيك من طرف الثاني. الى الاخ الوزير الاول حماد جبالي اعلمكم اني مطيع بن خليفه الزريبي مناظر في حركه النهضه بالكفاح وانت تعلم معناتها المطالب مشروعه للشعب حريه كرامه وشغل المطالب اللي تقدموا بها زملائنا وصادق عليها وانصحك يا اخي العزيز يا رفيق الدرب ان تطبق حرفيا ما جاء على لسانهم ولكم في السكر الاتفاقيه ما جاء الاتفاقيه والقانون الاساسي ان تطبق حرفيا ما قالوه ولكم في السكر والسلام عليكم.